الملعب. ربنا يخليك. نفسي اروح النادي الاهلي واشوفك تاني، ظهر حد كان شافك. وعاطف بيقول لك النهارده عيد بوجود اعظم واخلص هداف في التاريخ، قناص القلوب العمده متعب، ومهما تمر السنين ستظل في القلب والعين. حبيبي عاطف ربنا يخليك. احمد، مساء الخير عليك يا كابتن اسلام، ونورت بيتك يا كابتن عماد، وهتفضل في قلوب كل الاهلاويه، وانت افضل مهاجم في افريقيا، ربنا يوفقك واشوفك افضل مدير فني. هو قال مدير كوره، ماشي. شكرا. ايمان روكي او الروكي، افضل مهاجم في تاريخ مصر والاهلي، هتعمل مباراه اعتزال يا متعب ولا؟ ان شاء الله. انا المفروض ان انا ماضي العقد بتاعه، ماضي العقد مع مستني. كنا المفروض هنعمله قبل كاس الامم، بعد كده الظروف ما سمحتش عشان كاس الامم بقى في مصر، وبعد كده بعد كاس الامم، لكن برضو الدنيا ما اتظبطتش يعني. فالفكره كلها ان احنا نلاقي وقت مناسب في شهر 12، لان احنا بنتكلم مع انديه، والانديه اللي بنتكلم معاها هي انديه كبيره، فبيبقوا حاطين الجدول بتاعهم، فبنحاول نشوف يا اما في شهر 12 يا اما اضطر استنى. انديه كبيره اوروبا، انديه عالميه، هم اكبر اربع انديه في في, في في ممكن نقول يعني يعني في الغالب الكلام يعني او الاتفاق ان المباراه هتتم يا مع يوفنتوس يا ريال مدريد يا برشلونه يا ليفربول، يعني واحد من الاربعه دول. وده اللي مخلينا متاخرين يعني، ده اللي مخلينا مش عايزين، كان في فرص كتير لانديه تانية، لكن ده اللي مخلينا قاعدين مستنيين على الشركه كمان. اعلام مصريين هم اللي اشتروا المباراه، فهم اللي عايزين يختاروا يجيبوا فرقه كبيره، فمستنيين. فده اللي مخلينا متاخرين بس. لكن هيحصل بس الجدول بس بتاع الانديه يبقى فاضي، بحيث ان احنا نسكن المباراه في يوم يكون فاضي بالنسبه لهم ونقدر نعملها. فاتمنى ان هي ما تطولش، لكن على ابعد الحدود هتبقى يعني مع نهايه الموسم، يعني في شهر 5 السنه الجايه الموسم ينتهي ممكن. بس يبقى في دماغك كده لا هي موجوده، لان هي موجوده. النهارده حفله زي ما قلت.